بالنسبة لهايدي موسى متعة الكاميرا ولا المايك؟ مايك اكتر. ما فيش كلام يعني. اصل دي حاجة انا من صغري وانا بحبها وبحلم بيها وبحلم ان انا اطلع على الستيج واغني فبالنسبة لي هو طبعا الحلم الاول، حب الاول، فاهمة؟ بس طبعا التمثيل لما دخلت فيه انا طول عمري حتى وانا صغيره كنت اني واقفه قدام مرايه وبعمل ادوار وحاجات، بس بعمل حاجات مش متخيله ان انا ممكن في يوم من الايام دي تبقى حاجه بعملها حقيقي والناس بتشوفني فيها. فطبعا برضو حبيت التمثيل اكتر لما دخلت بقى في الواقع بتاعه، مش بس على قد مثلا بتدرب بره او الكلام ده. بس من بعد اعلى سعر شايفه المنافسه عامله ازاي؟ منافسه يعني ايه من داخل السينما والتمثيل؟ انت شايفه انه تقدري تاخدي كورسات بعد كده عشان خاطر تبقي على مستوى معين في المنافسه، تقدري تنافسي مثلا نجمات معينين؟ والله ده يعني طبعا توفيق من عند ربنا اول حاجه، وانا اتمنى ان ربنا بس يعني يبقى في قبول فعلا لفتره التمثيل عند الناس لما اعملها والناس تحبني فيها واكون خفيفه عليهم كده. فما اقدرش بصراحه يعني اجزم بالكلام ده الا لما فعلا الناس تشوفني واشوف رد فعلهم عليا ايه.